ماشي قدمنا احنا الاثنين. هو انا استنى بس اتكلم كده ليه؟ خلاص اوكي ماشي. ماشي هتطلع في الفيديو دي صح؟ يلا انت كده بتصور؟ ماشي. انا شعري مظبوط؟ انا شعري شعرك مظبوط. انا بس اهم والله انا عاوز الناس، بس انا عاوز الناس تعرف ان انا مربي شعري مش عشان اربيه، انا فجاه لقيته طويل كده، اتشغلت في الدروس وفي المراجعات وكده، فعلشان في ناس كتير قوي مستغربين ان انا ربيت شعره كده. لا هو والله طويل لوحده كده، انا صحيت لقيته طويل. تمام صحيت لقيته طويل. ماشي 35 لسه معاك فرصه. بس انا كنت بقى الرخمه دي بروفا كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ايه؟ الزور بقى تليفون بيرن. تمام خلاص انا مش عايز اضحك قدام الكاميرا يا عم عشان تمام. ومعانا ومعاكم دكتور عمر صلاح جاي يقدم لنا النهارده حلقه دكتور ابراهيم على قناه الدكتور للمواد العربيه. نفسي ابقى مذيع يا ابني. وانت بتباع حاجه لا يا ابني ده تعليق كوره. ايوه شعري محتاجه احلقه. يعني شكله وحش قبيح. لا والله شكله. فدلوقتي ان شاء الله دكتور عبد الرحمن هيعرف نفسه كده وهيقول لكم. احنا قلنا ابراهيم اللي هيتكلم الاول. احنا قلنا ابراهيم. يا عم انا بقول لك انتوا جايبيني انا يا عم. يبقى هاتها في الكاريز دي. تمام يلا قول يلا. قد ايه ان ربنا كريم وقد ايه الامل في الله والثقه في الله بتعمل المعجزات. دلوقتي بقى هنستضيف بنت من بنات اسيوط اللي انا حابب اعرفكم عليها، سلمى. قولنا بقى يا سلمى ايه رايك في ان انت بتصوري الفيديو؟ حلو تمام. ايوه لا انا مش بقول لك هو الفيديو شكله ايه، انا بقول لك ايه رايك ان انت تصوري فيديو. ماشي. كده عندنا. اسالك اقول لك ايه بقى. انت نفسك تطلعي ايه يا سلمى بقى لما تكبري؟ دكتوره. دكتوره ايه؟ اسنان. زي الدكتور عمر يعني. اسنان. هتعملي ايه بقى في اسنان الناس يعني؟ مثلا عاوز اخلع له ضرس حاجات. طب لو واحد مثلا مش عاوز يخلع ضرس هتخلعي له برضه ضرسه غصبا عنه؟ ايوه. يعني لو واحد ضرسه سليم كده هتسرق الناس من الشارع وتخلع لهم الضروس بتاعتهم؟ لا. طب ايه الضرس؟ اسمع بقى الحته دي. لا اسمع الحته دي استنى والله. لا والله بص يا سلمى سلمى. طب الضروس اللي انت هتخلعها للناس هتبقى خاصه ولا مجموعه؟ اصبر الفرشه باينه يا عم. جيب ان هو مليان حاجات. مبروك يا فندم انت حامل في الشهر الثاني. ماشي يا عصر. يعني احنا مش عارفين والله المفروض دلوقتي كنا نصور الفيديو بس للاسف كان في وصله كده انا ضيعتها برضو. الوصله دي انا هجيب له غيرها يعني مش مشكله. وعبد الرحمن زعلان علشان كان قاعد مخنوق في البيت ونزل اتخنق. فالمفروض ما يزعلش، هو كده كده من الاساس مخنوق. يعني هو ما كانش مثلا مبسوط فنزل اتخنق. لا هو كان مخنوق فنزل اتخنق اكتر يعني. عادي يعني المفروض ما يزعلش قوي. ده كلام منطقي.